يقول تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. في الآية دعوة إلى عدم القنوط من فرج الله ولطفه ورحمته. وفي سورة يوسف مواقف ولطائف نحتاج إلى التوقف عندها في هذه الأيام العصيبة للتأمل والتدبر. هي أكثر سورة وردت فيها كلمة يأس في القرآن الكريم، وهي أكثر السور حديثا عن تحدي اليأس وهزيمته والاستبشار بالفرج بعد الضيق. جاء إخوة يوسف أباهم باكين بخبر مقتله: أن أكل الذئب يوسف، ولست تصدقنا وإن كنا صادقين. فما كان رده على هذه الفاجعة؟ فصبر جميل، والله المستعان. يوسف أحب أبناء يعقوب إلى قلبه، وفقده مصاب جلل، لكنه استعان بالله وحمل نفسه على الصبر والجلد. وحين تضاعف مصابه بفقد بنيامين لم يجزع ولم يفقد توازنه وتمسك بالصبر الجميل. فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. رغم وجع خسارة أعز الولد لم يشك سيدنا يعقوب مصابه لأحد، بل توجه إلى ربه بالشكوى لحسن ظنه به وتوكله عليه تعالى. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تضاعف الابتلاء على سيدنا يعقوب، لكنه لم يفقد الأمل وثبت على ثقته برحمة الله، وظل يحث أبناءه على البحث عن أخويهم. قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فما كانت نهاية الصبر؟ بكى سيدنا يعقوب ولديه حتى ابيضت عيناه، ولم يتزعزع إيمانه رغم المحنة، وجازاه الله بنجاة الاثنين. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. المتدبر لهذه الآيات يدرك أن التوكل على الله والتسلح بالصبر والأمل مفاتيح المؤمن لاستعادة التوازن ومواصلة الحياة. الزلزال كارثة عظيمة تعددت مصائبها بين موت وضياع رزق وتشرد، والحزن على كل هذا حق، فالمصاب جلل، لكن فرج الله آت لا محالة.